هناك ركلة ركنية وهي أول ركلة ركنية في المباراة. ركلة ركنية لمنتخبنا الوطني. أركان السفارة الأردنية السيد ماهر لوكاشة وأمين سر الاتحاد والكرة والهدف الأول. الهدف الأول لمنتخبنا الوطني. الهدف الأول بلال اللحام. بلال بلال بلال. فاتحة خير إن شاء الله. وبلال بالرأس دليل أن كرة جمال أبو عابد المنفذة من ركلة ركنية. وبلال في الزاوية البعيدة لحارس المرمى وتواضع في عملية التغطية بالنسبة للمدافعين. هدف أول تبديل في صفوف منتخبنا الوطني وهو تبديل تكتيكي في المنطقة الوسطية. كرة في الجناح الأيسر محاولة للمنتخب الوطني. هيثم شبول. هيثم شبول بيدخل من رزقها. هيثم هيثم شبول بيعكس كرة وبالرأس والهدف الثاني. الهدف الثاني للمنتخب الوطني. محمود شلباية. محمود محمود محمود. يبدو أن شلباية سيجعل الطريق شلبية إن شاء الله لمصلحة منتخبنا الوطني في هذه المباراة. الهدف الثاني ومحمود شلباية. شاهدوا بالعرض البطيء